هذا الفيديو راح يكون فيه كل شيء تحتاج تعرفه عن جزء Call of Duty القادم Modern Warfare 2. ما راح تكون تسريبات، لا، كلها معلومات مؤكدة، لأنه تم دعوتي من Call of Duty أمس، دخلت بلقاء مع المطورين وخلونا نشوف الإعلان، وذكروا لنا كتير تفاصيل جدا رهيبة عن اللعبة راح أذكرها كلها في هالفيديو. بس أول شيء خلنا نشوف الإعلان مع بعض. أنا شفت الإعلان أمس بس صورت ردة فعلي عليه، فخلنا نشوف الإعلان مع ردة فعلي وبعدها نبدأ بالفيديو. أوكي 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 أوكي، بيرجونا إعلان، بيرجونا إعلان. هلا والله. أوكي أوكي، ما توقعت بهالسرعة يورجونا إعلان. إيران؟ هلا والله كابتن برايس. غاز سوب. هلا جوست، جوست الديب. شوفوا الجرافيكس، شفتوا انعكاس المي كيف؟ شغلين غنية مكسيكية مع الأجواء. والله يا شباب الجرافيكس، ايران مره ثانيه، شكل القصه لها كثير علاقه في ايران. أنا الى الان منصدم من الجرافيكس، جدا نظيف. الأجواء الليلية شكلها رهيبة. مكسيكان سبيشال فورسز، نفس التسريب، القصة إلها كثير علاقة بالمكسيك. لا تقول بس كذا يا أخي، أبي كمان. مثل ما شفتوا الإعلان جدا جدا رهيب، وحاليا خلني أذكر لكم جميع التفاصيل عن القصة، المالتي بلاير، الطور الثالث، في كتير معلومات جديدة وحصرية إلي بهالفيديو وراح أذكرها، فيلا خلنا نبدأ. طيب يا شباب، أول شيء خلنا نتكلم على الأطوار بـ Call of Duty Modern Warfare 2. نحن بالتسريبات من زمان كنا مفكرين إنه في طور القصة، طور المالتي بلاير، وفي طور ثالث اللي راح يكون عالم مفتوح ولازم تدخل أنت وفريقك وتجمع لوت وتطلع من الماب عايش. كنا مفكرين فقط هالثلاث أطوار، طلع لا، في أربع أطوار. هالثلاث أطوار كلها اللي ذكرتها موجودة، زائد طور للسبيشال أوبس اللي متعودين عليه دائما مع أي جزء Modern Warfare. فعنا القصة، المالتي بلاير، السبيشال أوبس، والطور الرابع، وحتى طور خامس اللي هو وارزون 2. بس الوارزون 2 راح تكون لعبة لوحدها ومجانية. فالآن بهذا الفيديو راح أتكلم عن كل هالأطوار وراح أذكر كل التفاصيل اللي ذكروها إلنا. فالفيديو على اليوتيوب نفسه مثل ما شايفين مقسم، في قسم شرح طور القصة، في قسم للمالتي بلاير، وفي القسم الثالث اللي تكلمت فيه عن الطور الثالث مع السبيشال أوبس مع الوارزون 2، جمعتهم كل لهم بقسم واحد. فتقدر تقدم الفيديو وتشوف القسم اللي يهمك، بس نصيحة، شوف الفيديو بالكامل لأنه جميع الأطوار شكلهم رهيبين، وعلى كلامهم في اللقاء اللي سويته معهم قالوا هذا أفضل جزء Call of Duty سووه في حياتهم، يعني جدا فخورين بالشغل والمنتج اللي اشتغلوا عليه، فشكله من جد رهيب. طيب خلنا الآن نبدأ بتفاصيل طور القصة. قالوا لنا في البداية إنه القصة أحداثها خيالية، يعني مو أحداث أو أشياء صارت بالحقيقة، وحتى بعض أسماء المدن راح تلاقوا أسماء خيالية، بس القصة مبنية على أحداث حقيقية قاعدة تصير في وقتنا الحالي. يعني أحداث القصة نفسها مو حقيقية، بس جدا مقاربة لأشياء أو أحداث حقيقية عم تصير بوقتنا الحالي. وقالوا إنه أحداث القصة راح تودينا إلى كل مكان في العالم تقريبا، وفعلا شفت عدة مهمات راح أتكلم عنها بعد شوي، ودتنا لكل مكان. يعني هما قالوا أحداث القصة راح تكون بالشرق الأوسط، وفي أوروبا، وبآسيا، وفي أمريكا، وفي أمريكا الجنوبية اللي هما المكسيك، كولومبيا، البرازيل. فيعني تقريبا راح نشوف مهمات بكل دول العالم بطول القصة.
طيب وبالنسبة للشخصيات بنهاية مودرن وورفير الجزء الأول اللي هو 2019 شفنا كابتن برايس جالس بالقهوة مع لازويل اللي هي تشتغل مع الجيش الأمريكي وكانت جايبت له أوراق وهالأوراق فيها جنود معينين كابتن برايس وده يأسس فرقة معاهم اللي هما فرقة تاسك فورس 141 وهالجنود هما شخصية غاز اللي شفناه بالقصة وشخصية سوب اللي كان موجود بأجزاء مودرن وورفير القديمة حاليا موجود وأخيرا شخصية جوست وفعلا في اللقاء أكدوا لنا أنه هالثلاث شخصيات مع كابتن برايس أسسوا الفرقة الخاصة تاسك فورس 141 يعني في كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 هذه أول مرة راح نشوف هالفرقة بعالم مودرن وورفير الجديد بجزء مودرن وورفير الأول ما كان إلها وجود أبدا طبعا الفرقة هذه كانت موجودة من زمان بأجزاء مودرن وورفير القديمة بالقصة القديمة بس حاليا بالقصة الجديدة هذا أول ظهور إلهم طيب وأحداث الجزء الأول مودرن وورفير 2019 كان بنفس سنة نزول اللعبة اللي هو عام 2019 وحاليا مودرن وورفير 2 أحداثها كمان بنفس سنة نزول اللعبة اللي هو عام 2022 ومجموعة تاسك فورس تم تأسيسها ب 2019 فبين عام 2019 وعام 2022 كانوا عم يشتغلوا هالفرقة خلالها 3 سنوات وعم يقضوا على بعض المجرمين بأنحاء العالم فأحداث القصة بتبدأ إنه في قصف أمريكي استهدف وقتل أحد أكبر القادة والجنرالات من مجموعة القتلة الإرهابيين وحالياً مجموعة القتلة بدهم ينتقموا لموت هذا القائد فمخططين يسووا انفجارات وعمليات إرهابية في أمريكا نفسها فاللي يسووه إنهم راحوا وتعاونوا مع العصابات وتجار المخدرات الكارتيل في المكسيك واللي ما بيعرف مين هم الكارتيل فهم عصابات جدا جدا خطرة موجودين في المكسيك وأمريكا الجنوبية بشكل عام يعني كولومبيا البرازيل فنزويلا ليش عملوا هالشيء القتلة لأنه بدهم يودوا الحرب إلى حدود أمريكا المكسيك موجودة على حدود أمريكا بالضبط ومجموعة القتلة صار عندهم أسلحة جدا متقدمة وصاروا تقريبا جيش كامل ومن عم بيعطيهم الأسلحة شخص اسمه حسان ما بنعرف مين هو حسان بس بنعرف انه هو الشرير الرئيسي وهذا حسان كمان بيتعامل مع إيران فيعني حسان مع مجموعة القتلة مع إيران مع عصابات الكارتيل في المكسيك هم الأشرار في القصة طبعا هذا اللي قالوا لنا في اللقاء بس في اللقاء ما قالوا لنا كل شيء في كتير معلومات ما خبرونا عليها فمتأكد في أشرار ثانيين أو شخصيات رئيسية ما خبرونا عليها نفس جنرال شيبرد الشرير من قصة مودرن وورفير 2 متأكدين رح يكون موجود بالقصة بس ما جابوا سيرته باللقاء أبدا فمجموعة تاسك فورس 141 بيتعاونوا مع القوات الخاصة المكسيكية عشان يوقفوا الكارتيل ومجموعة القتلة عشان كذا عنا شخصية جديدة ودوره قالوا جدا جدا مهم واللي هو أليخاندرو من القوات المكسيكية الخاصة وغير أليخاندرو عنا شخصية زيادة كمان أساسي اللي هو فيليبس جرافيز هذا بيشتغل مع شركة اسمها الشادو كومباني واللي هم عبارة عن مرتزقة بيشتغلوا عند الشخص اللي بيدفع لهم فكمان رح يكون شخصية أساسية ورح يمثل الشادو كومباني في القصة فهذا رح يكون كويس رح يكون مع الشخصيات الأساسية فحاليا عنا مجموعة تاسك فورس مع أليخاندرو من القوات المكسيكية وفيليب جرافيز من الشادو كومباني وغير كذا شخصية لازويل البنت اللي كانت عم تحكي مع كابتن برايس اللي شفناها بنهاية قصة مودرن وورفير 2019 رح يكون إلها دور جدا كبير في القصة حتى إنها رح تحمل السلاح بإيديها ببعض القصص وأكدوا لنا في اللقاء إنه تركيزهم بهذا الجزء على الشخصيات بشكل جدا كبير لأنه مودرن وورفير الأولى 2019 لو بتلاحظوا بالقصة ما كان في تركيز على الشخصيات أبدا كان فقط أحداث القصة هنا رح يسووا عكس هالكلام رح يركزوا على الشخصيات والقصة أيضا طيب خلونا نشوف 5 مهمات بس للأسف ما أقدر أورجيكم إياها أقدر أتكلم عنهم فقط المهمة الأولى اسمها نايت وور بتروح على قاعدة لمجموعة القتلة وبيكون في شيء جدا مهم قاعدين يحموه فقوات تاسك فورس 141 بيظنوا أنه اللي قاعدين يحموه هو حسان فالمهمة بتكون بالليل تلبس فيها نظارات الرؤية الليلية وجدا شبيهة بمهمة المداهمة اللي شفناها بمودرن وورفير 2019 المهمة الثانية اسمها ويت وورك بتكون في أوروبا بالتحديد في مدينة أمستردام هناك مجموعة القتلة مع العصابات المكسيكية عم يهربوا أسلحة فالمهمة هذه بتلعبها بالكامل في المي
إيه راح تسبح بالمي، ميكانيكية السباحة جدا رهيبة وراح أتكلم عنها بعد شوي بتفاصيل أكثر. المهمة الثالثة اسمها التاور أو البرج، بنصف مدينة وأبراج كأنها تقول دبي ولا نيويورك، بس ما عرفنا المكان بالضبط. فالمهمة إنك بتكون على قمة البرج وبتنزل عن طريق الحبل، وفي ناس لازم تقتلهم بداخل البرج، وحتى فينك تتسلق أو تنزل عن طريق الحبل بالعكس، إنه يعني شخصيتك كلها راح يكون مقلوب وسلاحك راح يكون معكوس. المهمة هذه شكلها جدا رهيبة. المهمة الرابعة اللي شفناها اسمها كونفي، وهذه حرفيا جي تي اي، قاعد تلعب بمهمة سيارات عم تلاحقوا شخص معين، بس انت اللي عم تسوق السيارة وفينك تطلع من سيارتك وتروح تركب بسيارة ثانية، حرفيا تتنقل بين السيارات ونظام الحركة بالسيارات كأنه لعبة جي تي اي ولا نيد فور سبيد، جدا جدا رهيب. وانت قاعد تسوق فينك تطلع على الشباك وتستعمل سلاحك، او فينك تتسلق فوق السيارة، او فينك تنط من سيارتك على سيارة ثانية وتخلع باب اللي قاعد يسوقها وترميه من السيارة وتركب بداله. فينك تطلق على دواليب السيارات الثانية عشان تبنشر. فميكانيكيات السيارة جدا رهيبة، وقالوا لنا مو بس بالقصة هالكلام، هالكلام كله اللي شفناه عن السيارات بهالقصة راح يكون نفسه موجود بالمالتي بلاير والوارزون. وفي مهمة خامسة بس للأسف ممنوع أتكلم عن التفاصيل عنها، هي المهمة بناقلة نفط بنص البحر، ما أقدر أتكلم أي شيء عنها لأنه راح يظهروها بكرة بمؤتمر سمر جيم فيست، فإن شاء الله راح أفتح بث مباشر بكرة نشوف فيه المهمة هذه مع بعض. البث راح يكون على القناة الثانية، فتأكد شيك عليها، راح تلاقيها فوق على اليمين أو باللينك الموجود بالوصف. طيب وبكذا نكون خلصنا كلام عن طول القصة. مثل ما قلت لكم أكيد في كتير تفاصيل ثانية بس ما خبرونا عليها. خلنا حاليا نروح على الشيء اللي كلكم جايين عشانه، اللي هو الأونلاين أو المالتي بلاير. أول شيء قالوا لنا في المالتي بلاير ان هدفهم الواقعية، مودرن وورفير لازم تكون واقعية بس مو واقعية زيادة بشكل انه تخرب اللعبة، فعملوا توازن بين الواقعية وبين انه اللعبة تكون ممتعة. وقال هدفهم الرئيسي اثناء صناعتهم للمالتي بلاير ان جميع اللاعبين ينبسطوا اثناء اللعب، يعني اللاعب النوب يلي ما عنده الخبرة الكبيرة واللاعب المحترف الدعيس ودهم الاثنين ينبسطوا اثناء اللعب. فأسسوا المالتي بلاير على هذا المبدأ، أي واحد رح يلعب مهما كان مستواه رح يستمتع أثناء اللعب. فاللي عملوه بالشهور الماضية جابوا عدة لاعبين مستوى لعبهم متفاوت وقعدوا يراقبوهم كيف كل واحد قاعد يلعب وكيف نظام لعبه، واللي وصلوا له انه في 3 فئات من اللاعبين وحاولوا يعملوا اللعبه لارضاء هالثلاث فئات. الفئه الاولى هو الرشر او المدرعم، اللي يدرعم دائما وده اكشن وده يذبح اكبر عدد ممكن، هذه الفئه الاولى وحاولوا يعملوا اللعبه لارضائه. الفئه الثانيه البروتكتيف او الكامبر نوعا ما، يلي بيضل بمكان معين بسنايبر او بخلاط وبيمسك زاوية معينة، فكمان عملوا اللعبة لأرضاء هالنوع من اللاعبين. والفئة الثالثة سموه الستوكر، وهذا اللي يهم الأوبجكتيف، دائما بيمشي ورا الأوبجكتيف، دائما بيقول للاعبين لا تغيروا السبون، لا حد يعدي هالمكان، روحوا خذوا هذا العلم هذا العلم. هذا الشخص ما بيكون مدرعم ولا كامبر، لا هذا هم الأوبجكتيف، فكمان عملوا اللعبة لأرضاء هالفئة من اللاعبين. فالمختصر اللعبة راح ترضي أي لاعب مهما كان طريقة لعبة. وبالنسبة للأسلحة فورجونا شيء جدا رهيب ما كان موجود بأي جزء قبل، واللي هو مثلا لما تروح على أسلحة الأسالت رايفل فراح يعمل لك مثل شجرة فيها جميع أسلحة الأسالت رايفل، اللي راح يورجيك مثلا هذا السلاح بيتفوق بهذا الشيء، بعدين لو تقارن مع سلاح ثاني بالشجرة راح يورجيك أوكي هذا السلاح أفضل بهذا الشيء بس أسوأ بهذا الشيء. هذا الشيء راح يخليك تعرف تفرق بين جميع الأسلحة بالفئة الواحدة بكل سهولة. وبالنسبة للجن سميث أو نظام الاتاتشمنت بالأسلحة، فما قالوا لنا كم اتاتشمنت فينك تحطه بالسلاح، بس حاليا عملوا مثل رسم بياني اللي هو مثل دائرة بالنص وحواليها الاتاتشمنت اللي انت اخترتهم، وراح يورجيك هالرسم انه شو الاتاتشمنت يلي انت حطيته راح يفيدك اكثر شيء وشو الواحد يلي راح يخرب على هذا الشيء. يعني بالمختصر قبل كان لما تحط اتاتشمنت راح يقول لك انه هذا راح يخلي عندك الريكويل كويس، السرعة كويسة، بس مثلا راح يخلي السلاح ابطأ، فكان لازم انت تسوي موازنة عشان تطلع بالسلاح اللي تبيه. حاليا صارت العملية جدا سهلة مع الرسم البياني اللي راح يعملوه.
طيب وتكلموا لنا عن بعض الفيلد أبغريدز الجدد. أول واحدة هي تاكتيكال كاميرا، اللي هي كاميرا نفس اللي كانت موجودة ببلاك أوبس 1، بتحطها بمكان معين وبتفتح لك شاشة للكاميرا مكان الخريطة عشان تراقب هذا المكان. بس حاليا الكاميرا مثل قنبلة السيمتكس، ترميها على أي مكان رح تلزق فيه. فينك ترمي الكاميرا على السقف، على حيط، على أي مكان بدك إياه. ولو كان في لاعب ثاني عندك مستعمل الكاميرا، ففينك تقلب بين الكاميرات، يعني تشوف شاشة كاميرتك وتشوف شاشة كاميرا صاحبك وتعمل هايلايت للأعداء عشان باقي الفريق يشوفه. والفيل أبغريد الثاني اسمه دريل شارج، واللي هو مثل قنبلة ترميها على حيط معين، راح تحفر هذا الحيط، راح تحفر مدة ثانيتين ثلاثة، ومجرد ما تخلص حفر راح ترمي قنبلة على الجهة الثانية من الغرفة. يعني إذا في غرفة أنت متأكد إنه فيها أشخاص، بس لو فتحت الباب أو درعمت عليهم راح يذبحوك، فأرمي القنبلة على الحيط برا الغرفة والقنبلة راح تحفر وتفوت جوا الغرفة وتقتل اللي فيها. وبعدين عنا قنبلة DDoS، اللي متابع فيديوهات الهاكر تبعي تعرف شو DDoS. هي بكل بساطة قنبلة EMP، لما تمسكها بإيدك راح تورجيك كل القنابل والكليمور والأفخاخ يلي موجودة ورا الحيط، حتى راح تورجيك السيارات. ولو رميتها على مكان فيه كليمور أو قنابل راح تخربهم كلهم، ولو رميتها على السيارة راح تبطئ السيارة بشكل جدا كبير. وبعد شوي راح نتكلم عن السيارات أكثر. بعدين عنا فيلد أبغريد الديكوي، متعودين قبل قنابل الديكوي ترميها على مكان وبتصير تطلع للأعداء على الخريطة إنه في عدو بهذا المكان، صح؟ حاليا الديكوي ترميها على مكان راح تنفخ بالون على شكل جندي، يعني فينك ترميها على شباك مثلا وراح تنفخ بالون على شكل جندي، واي واحد تحت راح يفكر هذا جندي وراح يطلق عليه. ديكوي جدا رهيب وهالفكره جدا عجبتني. طيب وخلنا نتكلم على المابات. تكلموا لنا عن مابين جراوند وور، اللي هم المابات الكبيره اللي بيكون تقريبا في 64 لاعب ضد بعض، وعن ثلاث مابات عاديه. بالنسبه لمابين الجراوند وور، الماب الاول اسمه سعيد، فلو في خوي اسمه سعيد قل الآن في ماب باسمك بجزء كود القادم. ما تكلموا لنا عن الماب كثير، بس قالوا هالماب رح يحسسك إن ماب مالتي بلاير عادي زائد ماب جراوند وور، يعني فينك تعيش التجربتين فيه. الماب الثاني اسمه ساريف باي، هو عبارة عن بحر أو بحيرة بمنتصفها في لايت هاوس أو منارة، وحواليها في قرى وبيوت صغيرة، فهالماب فيه كثير سباح. وبالنسبة للمابات العادية، المابات اللي فيها 6 ضد 6، فالماب الأول رح يكون متحف بأسبانيا، هيكون متحف حديث وشكله جدا حلو ومرتب. الماب الثاني اسمه إجران بريكس، واللي هو حلبة سباق سيارات، وهي موجودة بالحقيقة، هي صورة مثل ما شايفينها للسباقات الجران بريكس اللي قاعدة تصير هالسنة. وآخر ماب اسمه فارم 18، هذا تقريبا هو ماب شوت هاوس بس نسخة مودر وورفير 2، هذا الماب الصغير اللي الكل رح يحبه ويلعبه، واللي هو مصنع اسمنت، وبمنتصف المصنع في شوت هاوس او شوتينج رينج، انه مكان يتدربوا فيه الناس على الاسلحة، نفس ماب شوت هاوس بالضبط. وبالنسبة لأطوار المالتي بلاير، فرح يكون في طورين جدد، الاول اسمه نوك اوت، واللي هو رح يكون في شنطة بنص الماب، لازم الفريقين يهجموا على الشنطة ولاعب منهم ياخذها، لانه لو انتهى الوقت تبع الجولة وفريقك مع الشنطة فرح تفوزوا بالجولة والفريق الثاني رح يخسر. وهذه مثل سيرش اند ديستروي، انه لو متت خلاص لازم تستنى الراوند القادم بس تقدر تسوي ريفايف لصاحبك. والجيم مود الثاني اسمه Prisoner Rescue، واللي هو بكل بساطة في فريق عنده رهائن لازم يحميهم، وفي فريق ثاني لازم يهجم يقتل الرهائن أو يخطفهم، ولو خطفت أحد الرهائن فرح تحمله على ظهرك وتضل ماسك سلاح بإيد واحدة، فرح يكون التحكم جدا صعب، بس أظن لو خطفت الرهائن رح يعطوك سكور أكثر من لو قتلتهم. وحاليا في ميكانيكيات جديدة بالمالتي بلاير. أول ميكانيكية، لو كان في جدار قدامك ففينو شخصيتك يتسلق ويطلع راس فقط من الجدار عشان يشوف إذا في أعداء على الجهة الثانية، ولو شفت في أعداء فينك تطلع مسدس بيد واحدة وتطلق عليهم، فأي جدار بتشوفه فينو شخصيتك يتسلق ويطلع راسه فقط من الجدار. نفس الشيء مع الأبواب، فينك تفتح ربع أو نص الباب وتطلع مسدس وتطلق جوا بدون ما تشوف بالكامل. وكمان صار حاليا عندك حبل، وهذا ذكرناه بالتسريب، حاليا تأكد فينك تحطه من أي مكان لأي مكان، وحتى فينك تنزل بالحبل
قبل بالعكس او بالشقلوب، انه راسك لتحت ورجلينك لفوق، وصار في حاليا الدايف. كمان تكلمت عنه بفيديوهات التسريبات، انه فينك فجأة تنط على اليمين او على اليسار او لقدام، بس على حسب شرحهم كأنه يشبه الدولفين دايف من العاب بلاك اوبس، انه فينا شخصيتك فجأة ينط لقدام ويتمركز بمكان معين، او لو حد قاعد يطلق عليك وقدامك باب فينك فجأة تعمل دايف وتدخل جوا الباب عشان ما تموت. طبعا الدايف راح يكون موجود مع السلايد، يعني ما راح ياخذ مكان السلايد نفس العاب بلاك اوبس. طيب، وتكلموا لنا كثير عن المياه والسباحة. حاليا السباحة راح تكون موجودة بجميع الاطوار، بطور القصة، المالتي بلاير، الكواب، وحتى الوارزون الجديد. وراح تكون في عدة مياه، في مياه بحر مثلا، في مياه مسبح، في مياه وحل وسخة. فرؤيتك وانت غاطس في المي راح تكون على حسب نوع المياه. اذا مياه وحلة ما راح تشوف شيء، اذا مياه نظيفة راح تقدر تشوف لمكان بعيد. وحاليا ميكانيكية انك تطلق تحت المي صارت نفس الحقيقة بالضبط. قبل باجزاء بلاك اوب 3 او بلاك اوب 4 مثلا، لما تكون عم تسبح بمكان وتطلق على واحد ما راح تحس اي فرق، يعني عادي عم تطلق عليه كأنك برا المي. حاليا لا، الشخص اللي يحتاج طلقتين او ثلاثة ليموت برا المي، تحت المي راح يحتاج 10 تقريبا، لانه المي ما راح توصل كل الطلقات. خلوها جدا قريبة للواقعية، وصعب تقتل واحد تحت المي. حتى القنابل والإكويبمنت، يعني لو رميت قنبلة دخان أو سموك فراح طوف لفوق وتعطي دخنة فقط فوق، تحت المي بمنتصف المي ما رح يكون في أي دخنة، لأنه كذا بالحقيقة بتشتغل. لو رميت لغم في المي فما رح ينزل على القاع، لا رح يضل عائم بنص المي. نفس الحقيقة، مركزين جدا على تفاصيل السباحة والمياه. طيب، وبكذا نكون خلصنا من المالتي بلاير. خلنا حاليا نتكلم عن القسم الثالث، واللي هو السبيشال اوبس والطور الرابع اللي تكلمنا كثير عليه قبل. كل صراحة ما عطونا اي تفاصيل عن هالاطوار، بس تكلموا عن بعض الاشياء حسيت قصدهم عن هالاطوار بس بشكل غير مباشر. قالوا اولا انه الاجواء باللعبة راح تكون جدا رهيبة، يعني فجأة عادي يتغير عليك الجو، يصير رياح مطر او شيء من الكلام، فاظن قصدهم عن الطور الرابع بهالكلام. بعدين تكلموا كثير عن الذكاء الاصطناعي والاي اي، انه الاي اي او الذكاء الاصطناعي راح يكون بجميع اطوار اللعبة، بالقصة طبعا موجودين اللي هم الاعداء اللي تقاتلهم، وراح يكونوا موجودين بالمالتي بلاير بس اظن قصدهم على الجراوند وور او المابات الكبيرة، وراح يكون موجود بالطور الثالث وراح يكون لهم دور جدا جدا كبير، اللي هو الطور نفس لعب اسكيب فروم تاركوف اللي ما عطونا اي تفاصيل عنه. وبالنسبة للوارزون 2 كمان راح يكون في اي اي، وقالوا لنا انه الوارزون 2 راح ينزل هالسنة، ما قالوا متى او ما قالوا انه راح ينزل مع نزول اللعبة، لا قالوا later this year، انه لاحقا هالسنة، فاظن بشهر 12. وفي معلومة كنت اقولها بفيديوهات التسريبات، انه راح يكون في انجن جديد كليا لمودرن وورفير 2، طلع هالكلام غلط، لا راح يكون نفس انجن مودرن وورفير 2019 بس متطور. واخيرا قالوا انه مع اطلاق مودرن وورفير 2 هذه حرفيا راح تكون كول اوف ديوتي 2.0، انه كل اجزاء كول اوف ديوتي الماضية هذه كلها كول اوف ديوتي 1، وكول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 والالعاب القادمة راح تكون Call of Duty الجزء الثاني، انه مرحلة جديدة لCall of Duty. وكمان قالوا لنا انه اللعبة راح تنزل على منصة ستيم على البي سي، وراح ينزل Warzone على الموبايل. هاي كمان معلومات اكدوها لنا. فاي شباب، هالفيديو لليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشكونا بالتعليقات شو رأيكم بCall of Duty Modern Warfare 2، متحمسين عليها ولا لا؟ اتمنى تشاركونا هالشي بالتعليقات. وبس، كلمكم الشركة يا الشركة كي، شكرا فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.